السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ انتصار أم ريم. اليوم غادي نقدم لكم فقاس مغربي ناجح 100% مع أسرار النجاح ديالو بطريقة سهلة ومبسطة وبمقادير اللي هي بسيطة جدا. كنحصل على واحد الفقاس اللي هو رائع، واللي كيميز الفيديو ديالي اليوم هو أنه مشترك مع جوج ديال الأخوات. الأخت مطبخ لي سافور إي حياة غادي تقترح عليكم صابلي بجوج الأشكال، صابلي لذيذ ومقرمش كيجي رائع، والاخت هو الداري مع رجاء غتقدم لكم حلوه بالياغورت سهله كدوب في الفم. بالنسبه لهاد الحليوات هادو فهم خاصين بفطور العيد، حليوات ساهلين كنتمنى تجربوهم واقتصاديين. كنتمنى تزوروا القناه ديال الاخوات، غادي تلقاو عندهم كل ما هو جديد وممتع. غادي نخلي لكم رابط القناه ديالهم اسفل صندوق الوصف. دابا ندوزو نشوفو الحليوات ديال الاخوات كيفاش دايرين، تعرفوا عليهم وندوزو المقادير ديال الصابلي. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو، عندي هنا كيلو ديال الفورص البيض من النوع الممتاز، انا عابره هنا كيلو ومغربلاه. غادي نحتاجو 6 ديال البيضات، زلافة ديال الزيت، انا عبرت لكم هنا بزلافة باش يجيكم العبار ساهل، ما يعادل جوج كيسان ديال العنبة، زلافة ديال السنيدة ما يعادل جوج كيسان ديال العنبة. عندي هنا كاس ديال الجنجلان اللي صهدته شوية، وعندي كاس ديال اللوز اللي رطبته ليله كامله في المزهر. هاد اللوز كيبقى اختياري، اللي ما بغاش يديرو ماشي مشكل. عندي هنا جوج خمارات من وزن 7 غرام، وعندي جوج ساشي ديال الفاني، وعندي هنا قبيصه ديال الملحه، وعندي معلقه كبيره ديال النافع. هادشي اللي غادي نحتاجو بالنسبه للفقاس ديالنا. دابا غادي ندوزو للطريقه. كيف كتشوفوا معايا هنايا، انا خديت 6 ديال البيضات، خديت منهم البيض هنا درتو، غنديرو في الخلاط، والصفار خليته على جنب بوحدو. غادي نزيد عليه الزلافه اللي عندي ديال الزيت، غادي نزيد عليه السنيده، غادي نزيد عليه زوج ساشي ديال الفاني، غادي نطحن هاد الخليط كامل في الخلاط مزيان، غادي نطربو حتى غادي نحصل على واحد الكريمه اللي هي بيضه وثقيله. دابا ها هو الصفار ديال البيض ديالي درتو في قصريه، ها هو الخليط اللي طحنت، هانتوما حصلت على هاد الكريمه، هادي كتكون بيضه وثقيله. دابا غادي نزيدوها على هاد الصفار ديال البيض اللي عندنا، غادي نجبد هاد الشيء كامل. هاد الفقاس راه كيجي رائع وكيجي مقرمش وكيبقى واحد المده طويله ما كيخسرش لينا، وحتى ملي كنكونوا كنقطعوا فيه ما كيتهرش. هاد الفقاس يعني ناجح 100%، كيجي زوين بزاف. كيف كتشوفوا فهاد الكريمه هادي كتجي بيضه، غادي نضيف عليها الملحه، غنضيف النافع، الشنجلان، اللوز كيف كتشوفوا فانا كنخليه صين لاني مرطباه كي قلت لكم ليله كامله ومنسم بالمزهر، فكنديروه صين صافي. وكنحاول نخلطوا المكونات اللي عندنا كامله. غادي نخلطوهم مزيان حتى ينسجموا لينا. دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، هاد القياس هذا كيهز ليا كيلو قد ما ناقص ما زيد. انا كناخد هذا الدقيق البيض من النوع الممتاز الخاص بالحلويات، غادي ندير نص الكميه تنجمع شويه، ونضيف عليها الخميرات اللي عندي،
وغادي نبدا نخلط. دائما الفقاس ما ندلكوش، الا دلكناه كيتفرقع علينا في الطياب وكيتهرس. كنحاول نجمعو غير بالاصابع هكا بهذا الشكل هذا، فما يتدلكش. بزاف الناس كيقولكوا ان الفقاس كيتهرس ليهم وكيتفرقع عليهم في الفران، فكيمكن هذا من دليك. الا تدلك الفقاس فاكيد كيتفرقع وكيتهرس. نحاولوا غير نجمعوه بهذا الشكل هذا. صافي دابا كيف كتشوفوا معايا ها هو الفقاس تاعي واجد. هانتوما العجينه كي تتكون ماشي قاصحه وماشي رطبه، ما كتبقاش تلصق في اليد وكتكون ما قاصحاش. صافي دابا غادي ندوزو باش نشكلوه كويرات صغار. كيف كتشوفوا فانا قطعتهم الكويرات، عبرتهم انا بالميزان، درت فيهم 370 غرام في الوحده باش يجيوني لي بودام قادين. اللي ما عندوش الميزان المهم تحاولوا تاخذوا القياسات باش ديروهم قادين، باش الفقاس في التقطاع يجيكم قياس واحد. كيف كتشوفوا انا عطاتني هنايا 6 ديال الكرات، غادي نخدمهم بهذا الشكل هذا على شكل بودام. صافي بهذا الشكل هذا غادي نحطه في اللاطه. كندير ليه هذه الطريقه باش الا كانوا شي حبات ديال اللوز خارجين على برا كيدخلوا لنا داخل باش في التقطيع ما يتهرش لينا. كتشوفوا الحبه كانت خارجه لبقات على برا، ملي غنبغيو نقطعو غتهرس. نحاولوا ندخلوها لداخل. إذا كنتو كتبغيو الفقاس يكون كبير القياس تاعو كبير، فهاد البودان هذا ما ترقوهش بزاف، تخليوه هكا شويه غليظ باش في ملي كيدخل الفران كيزيد الاعراض كيجيكم فقاس كبير. انا كيعجبني فقاس صغير، داكشي علاش كنحاول نرقو هكا. صافي وهما لي بودان ديالي كاملين واجدين، غادي نحاول نخلطهم. نحاول نقطعهم من بعد وحده على وحده حيت في الفران كيزيدو يكبرو كيتنفخو. صافي هاهما قديتهم. من الاسرار ديال الفقاس باش ما يطرطقش لينا في الفران كنهبطوه هكا بيدينا شويه بحال كنقرصوه، ولكن غير هبطه خفيفه غير هكا كنضغطو عليه من الفوق. نحاول نضغط عليهم كاملين. كيف كتعرفوا فان الفقاس شويه صعيب في الطياب وهذا،
عنده اسرار كثيره. الا تبعنا المراحل كامله غادي نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي رائعه وناجح 100%. صافي بهذه الطريقه هذه. دابا غادي ناخذ واحد البره اللي كتكون جديده، انا هذه مخليها غير للفقاس، غادي نشدو غادي نحاول نثقبو هكا من الفوق ومن الجناب. غادي نستمر بهذه العمليه حتى نكمل هاد البودان ديالي كاملين. نحضروا مع البرا ضروري ما تكون جديده، لا تكون مصديه. صافي ونثقبوه كله هكايا. صافي وهنا درت واحد الصفر ديال البيضه، خلطت مع واحد ملعقه صغيره ديال نسكافيه، وغادي ندهن الفقاس ديالي. صافي انا دهنتهم كاملين كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ واحد الفرشات وغادي نشرطو بهذا الشكل هذا، غير على هذه الشريطه من الفوق، ما نضغطوش على العجينه. بالنسبه لهذا الشريط هذا اللي ماشي ديرو ماشي مشكل، غير كتزيين وصافي. صافي انا كملت الفقاس كيف كتشوفوا معايا، غادي ندخلو الفران. انا الفران باقي ما شعلتوش، خاصو يكون بارد. غادي ندخل لاطا وغادي نشعل عليه العافيه، والعافيه ضروري ما تكون مهيله بحال الشمعه. هادو هما الاسرار ديال النجاح ديال الفقاس، ضروري الفران يكون بارد تماما. دابا انا باقي ما مشعلاش كيف قلت لكم، غادي نحط فيه اللاطا وعاد باش غادي نشعلو، غنقص عليه العافيه بحال الشمعه. غادي نخليه من ساعه الا ربع حتى ساعه، وملي كيقرب يطيب كيعطينا الريحه بحال ريحه الفقاس، بحال الشكل ديال ريحه الكيك ملي كيكون كيطيب. كنحاول نهزو واحد البودان شويه من التحت، ملي كيبان لينا راه تحمر صافي كنهبطوه لتحت خمسة ديال الدقائق غير يتشمع لينا من الفوق صافي، وكنحيدوه. ملي غادي نحيدو غادي نغطيه بواحد الفوطه اللي كنكون في الزقاها شويه بالماء، غادي نخليه ربع ساعه من بعد غادي نتلاقاو باش نقطعو. ودابا كيف قلت لكم فقاس ساعي ها هو من بعد ما طاب، هانتوما هو باقي سخون، من هنا كيتحمر شويه كيتحمر، ومن هنا كنهبطو غير خمسة دقائق صافي وكنخرجوه من الفران. غادي نغطيه دابا بهاد الطرشو اللي انا فزكتو وعصرتو من الماء، غادي نغطيه بيه وغادي نخليه 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ما كنخليهش بزاف صافي، غير كيبرد شويه صافي وكنقطعو. نتلاقاو ان شاء الله باش نقطعو الفقاس ديالنا. دابا انا خليته 15 دقيقه، ها هو مازال شويه دافي باقي ما بردش، وغادي تشوفوا بان ما كيتهرس ما والو. ندور هكا، ممكن تقطعو بهذا الموس هذا، ممكن تقطعو بهذا المنشار هذا حتى هو كيقطع مزيان. انا عجبني هذا حيت ماضي وخاص غير كيقطع ليا مزيان. نحيدو هاد الحاشي هادي بسم الله، وغادي نشوفو ما كيتهرس ما كيخسر ما حتى شي حاجه.
بالنسبه لهذا الفقاس هذا ممكن يحسن المبتدئات اللي عمرهم ما داروا فقاس يجربوا هذه المقادير وهذه الطريقه، غينجح لهم 100%. ما كيحشمناش، ما كيتفرقعش في الفران، وما كيتهرش كيف كتشوفوا هانتوما من هنا، ما تفرقع ما والو، وكيجي لذيذ وكيبقى لينا واحد المده طويله كيبقى مقرمش. خصنا غير نديرو في واحد السوبيره اللي تكون كتسد مزيان ما يدخلش ليها الهواء. كيف كتشوفوا معايا الطريقه تاع اللوز، ملي كندير اللوزه صاينه كتقطع فكيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. صافي انا غنكمل بنفس الطريقه، تنقطع الفقاس ديالي كامل كيف كتشوفوا معايا. انا قطعت الفقاس ديالي كامل، سترتو في اللاطه، غادي ندخلو يتحمر، غنشعل عليه من الفوق من تحت، ولكن العافيه ضروري ما تكون ناقصه باش ما يتحرقش لينا. ملي غادي يبان لي خدا واحد اللون اللي هو دوغي، صافي غادي نخرجو من الفران ونتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي. بالنسبه للتقطاع فانا كنبغيه في هذا القياس هذا، ما كنبغيهش كبير بزاف، علاش كنقطعو هكاك من الوسط، يعني ما كنقطعوش ميل. اللي كيبغي الفقاسه الحجم ديالها يكون كبير تقطعوه على شكل مائل باش يعطيكم واحد الشكل اللي هو كيكون كبير شويه على هذا. ودابا صافي غندخلو الفران، ملي غنكمل الطياب نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالي. ودابا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي الفقاس ديالي. هانتوما كيفاش كيجي، ما فيه لا هرس لا حتى شي حاجه، كيجي مقرمش ولذيذ وكيجي رائع. والحبات ديال اللوز اللي انا درتهم صينين ملي كنقطعهم هانتوما كيفاش كيجيو، كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. كنتمنى الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب تاعكم، والى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء وتضغطوا لايك وتنضموا للقناه باش ديما توصلوا بالجديد.